اجي نديرو غوتي على السريع خفيف ظريف، حرشه في الفران ودغيا كتوجد مقادير جد بسيطه. اول حاجه عندنا بيضه بحال المطبخ، سكر فانيلا 8 غرام، عندي شويه ديال الملحه، جوج معالق ديال السكر، كنخلطوا الكل وكنزيدوا جوج معالق ديال الزيت. انا درت هنا ثلاثه حيت ما كانوش عامرين، ولكن جوج راهما كافيين. كنخلطوا الكل وكنزيدوا كاس ديال الحليب، كنخلطوا مزيان وكنزيدوا ساشيه ديال خميره الحلويات 8 غرام، وكنزيدوا كاس ديال السميده ونص، كاس ديال السميده ديال الحرشه ونص. صافي كنحرتكم مزيان كما كتشوفوا بحال هكا. كنجيبوا الطاوه ديال الحرشه ديالنا كما كتشوفوا، كنستفوها في الفرن، كندخلوها للفران تقريبا 4 ساعه ما كاملاش كتكون واجده. بموجه التيكويز ديالتي ها هي واجده، خفيفه ظريفه، كتجي خفيفه وسهله. كنزينها انا هنايا بالعسل، تقدروا تخليوها بحال هكا، تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتوا عندكم في الدار. انا هنايا زينتها عيب بشويه ديال العسل، وغندير فوق منها شويه ديال كاوكاو محمر ومهرمش. كتبقى هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار، راه كتجي صراحه لذيذه كما كتشوفوا، كتجي خفيفه ظريفه، كتجي في القوام ديالها غير رقيقه بحال هكا، حيت انا درت المول شويه كبير، كتجي رقيقه بحال هكا وكتجي هشيشه ورائعه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. ما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم اللي كيشجعوني باش نزيد دائما الوصفات اللي هي جديده. الى وصفه لاحقه ان شاء الله، الى اللقاء، بصحه وراحه.